انضممت لأكاديمية سباير يوم كان عمري 7 سنوات. تم اختياري من خلال مدرستي، ومن بعدها انتقلت إلى المركز التدريبي في أكاديمية سباير. في المركز التدريبي من خلال المدربين والإمكانيات الموجودة قدرت أني أطور من نفسي أكثر، وصرت جاهز أني أنضم لأكاديمية سباير. بعد ما انضميت لأكاديمية سباير ساعدتني الأكاديمية على رفع مستواي ورفع مهارتي عشان أكون لاعب أفضل، حتى تم اختياري لأكون من ضمن منتخب الناشئين. لاعب النخبة يجب عليه أن يتميز بأنه يكون عقليته احترافية، وأنه يكون قدوة للآخرين، وأنه يكون يحترم المسؤولين سواء كانت خارج الملعب أو داخل الملعب، وأنه يساعد غيره في التطور بشكل أكبر، وأنه يكون عنده قدرة في الانضباط. نقاط الضعف اللي عندي هي الانطلاقة الأولى وتغيير الاتجاهات، ومن خلال التدريبات اليومية والمجهود اللي قاعد أعطيها مع المدرب اللياقة البدنية قاعد أحاول إني أحسن منها وأطور منها، والحمد لله لحد الحين قاعد أسير في تطويرها وتحسينها. وجودي في أكاديمية سباير ساعدني أني ألتزم بنمط الحياة الصحي وأتخذ توجيهات من المشرفين، سواء كانت من النوم أني أتأكد أن جسمي أخذ قسم الراحة، والتغذية أني أخذ توجيهات من أخصائي التغذية فأني أحاول أني أجهز جسمي حق اليوم اللي بعده. خلال مشاهدتي للقاء بنوتشي، الرسالة اللي أخذتها منها هي الإصرار والمثابرة، على أن مهما شفت الصعوبات أنك تحاول أن توصل في الهدف اللي أنت بيه. الحمد لله في أكاديمية سباير إحنا نفس العائلة ونساعد بعضنا البعض، فلما يقدمون لي المساعدة من زملائي أنا أخذها بإيجابية وأكثر عفوية، فإني أطور من نفسي وأشوف شنو نقاط الضعف اللي يوجهون لي زملائي عشان أقدر أحسنها في المستقبل. من خلال المباريات أول شيء أبتدي من غرفة الملابس، أناقش اللاعبين عن الصعوبات اللي يواجهونها في المباريات وشنو نقاط الضعف اللي احنا نواجهها في المباراة، ومن بعدها في التسخين احاول اني اشجع فريقي واخليهم في اجواء المباراة، وفي المباراة احاول اني ما احبط اللعيبة اذا حتى غلط ولا دخل علينا جول، احاول اني ارفع من اللعيبة واصفق لهم واقول لهم ما علي يعني نكمل، ونحاول اني نعوض الخطأ اللي سويناه. وأنا مثل ما أنا في نص الملعب عندي رؤية 360 درجة، فأقدر أشوف بشكل أوضح من أي لاعب في الملعب. من وجهة نظري أحب المدرب شخصيته قوية اللي يتحكم في زمام الأمور إن كانت داخل الملعب أو خارج الملعب، المدرب اللي يوجه لنا الرسالة الواضحة اللي ما تحبط اللعيبة، المدرب اللي يعطينا نصايح عن الكرة الحديثة أو التدريبات الحديثة اللي يوجهها لنا، وحب المدرب اللي يكون مستمع لنا إنه يشوف شنو نقاط الضعف اللي نواجهها أو الصعوبات اللي إحنا نحصلها في المباريات أو التدريب. أكثر رسالة أثرت فيني لحد الحين هي رسالة من كابتن منير قال لي أنك راح تصير لاعب في المستقبل، فهالرسالة حسيت أنها دافع لي
ومحفز لي عشان أصير لاعب، ومثل ما أنا الحين أصبحت لاعب متميز. هذه الرسالة أثرت فيني، أعطتني دافع أكثر، خلتني أجتهد في تماريني، خلتني أؤمن في قدراتي. بالنسبة لي أكاديمية صبير هي شيء كبير في حياتي، وهي بيتي الثاني، فهي وفرت لي المدرسة وكرة القدم في مكان واحد، فأنا محظوظ بهذا الشيء. أبتدي يومي في أكاديمية صبير على الساعة 7، فأتريق في أكاديمية صبير وأبتدي دراستي على 7:30، فمن بعد 7:30 إلى الساعة 10 أبتدي تدريباتي الصباحية، من بعد التدريب الصباحي أصلي صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر عندنا وجبة الغداء، من بعد وجبة الغداء عندي دراسة على الساعة 3، من بعد الساعة 3 يكون عندي صلاة العصر، يكون عندي تمرين المسائي على الساعة 4، خلص تمرين الساعة 6:30 تقريبا، بعد 6:30 يكون انتهى اليوم والكل يرجع حق بيته. أحب أشكر أكاديمية صبير لأنها ساعدتنا في تحقيق الإنجازات، وأدري على هذا فوز منتخبنا الوطني بكأس آسيا، ومعظم اللاعبين كانوا من خريجي أكاديمية صبير، وأنا أسير في نفس درب هؤلاء اللاعبين المتميزين. يمكن للطالب في أكاديمية صبير الموازنة بين الجانب الدراسي والتدريبي من خلال المنهج التدريبي والدراسي المرن، ومن خلال الوسائل المتطورة في الأكاديمية، ومن خلال التعاون بين الإدارات. بالنسبة لي الأكاديمية كاملة ولا يحتاج لها أي تغيير، فأنا حاب أني أقترح إضافة أن يكون حق الرياضي يوم مفتوح حق يمارس الرياضات الأخرى. كلاعب قطري أشعر بالفخر، وأنا مستانس أن قطر بتنظم كأس العالم 2022، وكنت أتمنى أني أشارك مع المنتخب، ولكن صغر سني ما راح يساعدني هذا الشيء أني أكون مع المنتخب، ولكن بكون أنا أول مشجع لهم وأول داعم لهم، وأتمنى كل التوفيق للمنتخب. أتمنى منتخبنا الوطني في كأس العالم 2022 أن يكون ند قوي، وأن يكون منافس قوي في كل الفرق، وأن يمثل الكرة القطرية بأحسن تمثيل.